الظهيرة من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوينها. أهالي تدمر والقريتين على أبواب العودة بعد تحرير الجيش السوري المدينتين، وأهالي البولاذية بريف القامشلي يتظاهرون ضد الفيدرالية. الحشد الشعبي في العراق يصد هجمات لداعش على مواقعه في جزيرة تكريت ويثبت والحشد التركماني نقاطهم جنوب كركوك. وزير الدفاع الإيراني يرى في تصريحات كيري بشأن الحد من القدرات الدفاعية الإيرانية انعكاسا لعجز واشنطن أمام طهران. إخلاء حقول نفطية في سرت تحسبا لهجمات من داعش، وقوات الردع الخاصة تنتشر في طرابلس للتصدي للتنظيم. قطاع غزة من دون كهرباء بعد توقف محطة التوليد الرئيسة فيه بسبب نقص الوقود اللازم. يسود هدوء حذر جبهة حندرات في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة نشبت ليلا بين الجيش السوري والمسلحين، وفق ما أفاد مراسل الميادين في حلب. مراسلنا تحدث أيضا عن قصف عنيف بالمدفعية وبالصواريخ، إضافة إلى غارات للطائرات الحربية على العيس وإيكاردا والزربة وصوامع خان طومان في ريف حلب. معي الآن مباشرة من حلب شمال سوريا مراسل الميادين رضا الباشا. هل لا زال الهدوء هو العنوان على جبهة حندرات رضا؟ وأيضا ماذا عن الجبهات الأخرى إيكاردا، الزربة، خان طومان؟ فعلا كمال، الهدوء انكسر مجددا على جبهة حندرات، مخيم حندرات تحديدا. المصادر العسكرية تتحدث بأنها تمكنت من أسر 8 مسلحين تابعين لجبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام على هذه الجبهة، وقتلت أكثر من 14 مسلحا خلال الاشتباكات التي دارت بعد ظهر هذا اليوم. تقريبا من الساعة 1 ظهرا حتى هذه الساعة كانت الاشتباكات مستمرة على هذه الجبهة، التي كما أشرنا كان هدفها الأساسي في للعمليات العسكرية. طبعا رغم التقدم الذي حققه الجيش السوري على هذه الجبهة، إلا أن الهدف الرئيسي لهذه العملية أولا تطبيق البيان الذي صدر عن غرفة العمليات المشتركة بأنه سيتنفتح جبهات حلب كاملة، وهي تحريك المياه الراكدة ومياه العمليات العسكرية الراكدة في ريف حلب الشمالي. ثانيا تخفيف الضغط على حي الشيخ مقصود الذي يعتبر الحي الهام والذي يتعرض لهجوم من قبل الجماعات المسلحة التي تحاول إحداث خرق على هذه الجبهة والسيطرة على حي الشيخ مقصود من أجل تهديد مواقع قوات الجيش السوري في أرياف حلب الغربية من الأشرفية وسبيل، إضافة إلى السريان والميدان والسليمانية. وفعلا بفتح هذه الجبهة تمكن الجيش السوري من التقدم والسيطرة على عدة نقاط في محيط مخيم حندرات، إضافة إلى ذلك ما تمكن من أسر عدد من المسلحين وقتل عدد آخر. طبعا الاشتباكات كانت متقطعة تدور لساعات، ثم ما تبدأ أن تهدأ وتيرة الاشتباكات أيضا لعدة ساعات ومن ثم تعود من جديد، كان آخرها قبل ساعتين من الآن. أما إذا ما أردنا أن نتحدث عن باقي الجبهات، هي فعلا لم تتعدى في ريف حلب الجنوبي الاستهداف والقصف المدفعي والقصف الصاروخي لجبهات ريف حلب الجنوبي، وتحديدا جبهات المحيطة ببلدة خان طومان وبلدة الزربة ومعاملها تلة العيس وبلدة العيس. كان هناك قصف عنيف، تحدثت المصادر العسكرية بأنه تم الغارات الجوية فاقت 30 غارة في أقل من ساعتين في جبهة العيس والزربة تحديدا، واستهدفت مقرات وتحصينات الجماعات المسلحة التي عملت على بنائها طوال فترة الهدنة. وأكدت المصادر العسكرية وغرفة العمليات بأنها حققت إصابات مباشرة في صفوف الجماعات المسلحة في هذه المناطق. أشكرك جزيل الشكر رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من حلب. تظاهر عدد من أهالي قرية البولاذية في ريف القامشلي الجنوبي رفضا لمشروع الفيدرالية الذي أعلن عنه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وعدد من الأحزاب المتحالفة معه. كما احتج المتظاهرون على منع الوحدات الكردية أهالي عدد من بلدات ريفي الحسكة والقامشلي من العودة إلى منازلهم. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد.
بصوت واحد يهتف العشرات من أهالي قرية البولاذية في ريف القامشلي الجنوبي ضد كل أشكال تقسيم بلادهم. مشروع الفيدرالية الذي أعلنه عدد من الأحزاب بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي مرفوض بالنسبة إلى هؤلاء، يرون في الفيدرالية تهديدا حقيقيا لوحدة الجغرافيا السورية ولأمن المنطقة واستقرارها. فتضامنية مع الدولة مع شعبنا كله، واحنا نريد البلد ما يتجزأ. طبعا احنا مع الدولة ونرفض الفيدرالية رفضا قاطعا، ونبقى تحت علم سوريا اين وجد، ولا نقبل بالفيدرالية فيدراليتهم، واحنا شعب سوري شعب واحد، وضد اي تقسيم واي تحرك ضد الأمة العربية نحن لم نقبل ولن نساوم على شبر من الأرض السورية. كذلك ندد المحتجون بمنع وحدات حماية الشعب عودة عدد من أهالي الحسكي والقامشلي إلى بلداتهم التي طرد منها مسلحو داعش منذ نحو عام. بالنسبة إليهم عدم السماح لأهالي بلدات عربية بالعودة إلى منازلهم يأتي في إطار سياسة تهجير الأهالي وتغيير ديموغرافيا المنطقة، وهم طلبوا وحدات حماية الشعب بالحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي للمنطقة. مطالبنا عودة هؤلاء المواطنين إلى بيوتهم، ونطالب برجعهم على قراهم وتسكينهم، واحنا والكرد والسودانيين أهل وإخوان، وما يعني ما لازم يحدث بيننا وبين أي مشاكل. أكيد لازم يرجعوا هذول، لأنهم هذول مواطنين عرب سوريين. وفيما تتوالى الاحتجاجات على محاولات تغيير الجغرافيا والديموغرافيا السورية، يحشد حزب الاتحاد الديمقراطي أنصاره تأييدا للمشروع باعتبار الفيدرالية الاتحادية الحل الأمثل للأزمة السورية الحالية. أهالي تدمر والقريتين على أبواب العودة إلى مدنهم. الجيش السوري وبالتعاون مع وحدة نزع الألغام الروسية قام بتأمين الشوارع والطرقات، فيما باشرت وحدات الصيانة عملها لإصلاح ما أفسدته المعارك. تقرير زهرة ديراني. حجارة صماء ولكنها تنطق قصصا وتخبر ناظرها عن ضراوة المعارك وصمود القريتين. المدينة الواقعة في ريف حمص الجنوبي بدأ أهلها يتوافدون إليها ومعهم الأمل بإعادة أعمارها. عدنا لنحمي أرضنا، وفي حال عاد هؤلاء الإرهابيون سأحمل السلاح وأقاتل مع الجيش. القريتين نموذج للعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين قبل الحرب، تضم 7 مساجد وكنيستين. هذا دير مار إليان القديس الحمصي الذي قتل خلال الاضطهادات الرومانية في القرن 3، ثم قتل مرة ثانية في القرن 21 بعدما أحرق المسلحون ديره وعثوا فيه خرابا. تدمر أيضا تنفض غبار المعارك عنها وترفع الركام وتحصي خسائرها. منذ الساعات الأولى لتحريرها باشر عمال الصيانة عملهم لإعادة الحياة إلى المدينة، فيما بدأ الأهالي بالتدفق إليها بعد تأمين الطرقات والشوارع ونزع الألغام منها. كما وعد السيد الرئيس بشار الأسد سوف تعودون إلى مناطقكم قريبا، وكان الوعد حقيقيا. ما بين تدمر والقريتين مسافة نصر وحكاية صمود شعب في وجه الإرهاب وحلم مشترك بالاستقرار والسلام. حول هذه العودة إلى مناطق تدمر والقريتين في ريف حمص، معي الآن مباشرة من حمص سكرتير مطرانية حمص وحماة وتوابعهما للسوريان الأرثوذكس الشماس نادر خزعل. حضرة الشماس نادر خزعل، بداية نريد أن نعرف من خلالك وضع وواقع هذه المناطق مع بداية عودة الأهالي إليها، وماذا ينقصها حتى تعود إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل دخول داعش إليها. يبدو تفضل. يسعد أوقاتك. بداية نقدم الشكر الجزيل لرجال الجيش العربي السوري اللي أعاد الأمن والسلام والسيطرة لمناطق القريتين وتدمر. المشكلة الكبرى هي في العودة هو حجم الدمار الكبير الذي لحق مدينة القريتين بكنائسها وجوامعها، والأهالي العائدون كانوا في صدمة كبيرة من ما شاهدوها هناك.
بالتأكيد سيعودون أهل القريتين تدريجيا إلى القريتين بعد ترميمها وبعد إعادة البيوت إلى ما كانت عليه بسبب إرادة الحياة الموجودة في جميع شعوب سوريا. ومنذ بداية الأزمة منذ 5 سنين نحن نلاحظ هذا الأمر بأن إرادة الحياة هي أقوى من كل الإرادات هناك. وإن شاء الله تدريجيا يوما بعد يوم سيعود الأهالي وسيعود القريتين آمنة وكما كانت عليه وأفضل إن شاء الله. تحتاج حضرة الشماس هذه المناطق إلى وقت طويل حتى يتم إعادة صيانة شبكة الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى للقريتين لتدمر للمناطق والقرى المحيطة بهما؟ المشكلة كما تعودنا في كل القرى التي يسيطر عليها داعش ويقوم الجيش العربي السوري بإخراجها من هناك أنهم يقومون يعيشون فسادا في كل وخاصة في المرافق العامة للدولة. سيكون هناك بعض التأخير بسبب دمار الكامل لمحطة الكهرباء مثلا أو دمار الكامل لآبار المياه. ولكن هذا الموضوع لن يقف حاجزا كبيرا أمام المواطنين للعودة إلى هناك إن شاء الله. العودة كاملة كانت للأهالي أم أنها يعني بسبب طبعا نقص الخدمات كانت جزئية؟ بداية قام بعض العائلات بالعودة وهم قلة قليلة بسبب في اليوم الأول جميع العائلات ذهبت لزيارة طبعا لتفقد هويتها لتفقد مدينة القريتين. طبعا كل ابن هو ابن هذه البلدة يحب أن يعود إلى هناك لرؤية منزله لتفقد جميع من فارقهم في بداية الأزمة. وإن شاء الله ستكون يعني هناك أعمال كثيرة في الأيام القادمة وإن شاء الله يعود الجميع إلى بيوتهم. الشماس نادر خزعل سكرتير مطرانية حمص وحماة وتوابعهما للسريان الأرثوذكس كنت معنا مباشرة من مدينة حمص وسط سوريا. شكرا جزيلا. في أذار مارس من العام 2014 استطاع المسلحون دخول مدينة كسب في ريف اللاذقية الشمالي، ما هي إلا أشهر قليلة حتى استعادها الجيش السوري وعاد أهلها إليها. كيف جرت المعارك في كسب وما أهميتها الاستراتيجية؟ تقرير هبة الله بيطار. من هذه الجبال والشوارع تسلل الإرهاب إلى كسب، دخل إلى منازلها ودمر بعض معالمها، لكنه لم يستطع البقاء فيها طويلا. تقف أبنية كسب شاهدة على ما فعله المسلحون فيها، على الرغم من أن حجم الدمار هنا ليس كبيرا مقارنة بمناطق أخرى، غير أن ما حصل في المنطقة لا يقل عنفا عن غيرها. ب21 آذار بعيد الأم عيدونا بالقذائف وبالصواريخ، طبعا الفضل لتركيا الخاينة هي اللي فتحت لهم الأبواب وهجموا علينا، لكن شبابنا الله يحفظهم أول شيء همهم يطالعوا النسوان والأولاد والبنات لأنه بيعرفوا هالنوعيات اللي بدها تدخل علينا. صبح الساعة 4 بلش القوص، قمنا هربنا من بيوت، طلعنا فوق بعدين نزلنا على المشرفة، من هونك رحنا على اللاذقية. بقى شو صار ما بنعرف. هيك كيف الوضع؟ هلا الحمد لله نشكر الله. بأمل وعزيمة عاد أهالي كسب إلى منطقتهم ليفتحوا صفحة جديدة من حياتهم بعد المعارك. حصة كبيرة من الدمار نالتها المواقع الخاصة بسكان المدينة من الأرمن إلى جانب المنازل والمطاعم والمحال التجارية. الحركة خجولة في شوارع كسب وأسواقها التي لطالما اكتظت بالزوار والسياح، ومع عودة الأمان إلى مناطق الريف الشمالي للاذقية يعول أهالي كسب على موسم سياحي أفضل من السنوات السابقة. على مثل ما شايفين الوضع ممتاز جدا، ما في أي نسبة من أول يوم رجعنا وهلأ الأوضاع مختلفة وبأمان والعالم كله بيوتها وناطرين حتى هالسنة يصير عنا سياحة جيدة جدا. وضع ممتاز جدا بكسب والأمور مرتاحة، وعلى الصعيد السياحي العالم عم تجي شوي شوي يعني. أهمية كسب الاستراتيجية تأتي من موقعها الجغرافي المرتفع والحاكم لمساحات واسعة ممتدة باتجاه الجنوب والغرب. حدودها تتداخل وتتشابك مع الأراضي التركية المتاخمة والتي كانت نقطة انطلاق المسلحين باتجاه الداخل السوري عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وعبر القرى المحيطة بكسب والمحاذية للشريط الحدودي مع تركيا برا وبحرا. هبة الله بيطار، كسب، الميادين.
ظهر السعودي عبد الله المحسني المعروف بالقاضي العام لجيش الفتح في فيديو مصور ينفي فيه خبر مقتله، وكانت طائرات الجيش السوري قد استهدفت أحد مقار جبهة النصرة في بلدة كفر نبل بريف إدلب الشمالي، حيث كان يعقد اجتماع يشارك فيه المحسني ونائبه. مصادر الميادين أكدت أن الغارات حققت إصابات دقيقة، وشهدت سيارة الأسعاف تنقل المصابين من قادة النصرة باتجاه الحدود مع تركيا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا أدت دورا في الإفراج عن مواطن أمريكي كان معتقلا في سوريا. قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر في مؤتمر صحفي أن واشنطن تقدر جهود موسكو التي أجرتها من أجل هذا المواطن الأمريكي في سوريا. في العراق بدأت قوات الحشد الشعبي والحشد التركماني واللواء 16 بتثبيت نقاطهم والتمركز في الأطراف الشمالية لقرية قصبة بشير جنوب كركوك وفق ما نقل مراسلنا. هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن صد الحشد الشعبي في جزيرة تكريت هجمات لداعش على قطعاته، وفي قضائه تغارت الطائرات العراقية على مراكز لداعش في منطقة مراقب ما أدى إلى تدميره ومقتل من كان بداخله من مسلحي التنظيم. معي الآن مباشرة من بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، وضع الجبهات الآن في المناطق التي أشار إليها الخبر أيضا فيما يتعلق بالهجوم المضاد الذي قامت به داعش على قطعات للحشد الشعبي في تكريت. نعم كمال، بالنسبة لشمال تكريت فهما جبهتان، الأولى شمالية غربية والثانية شمالية شرقية. بالنسبة للشمالية الغربية هي محور الصد ما بعد بيجي وما بعد الصينية، ومهمة هذه الجبهة هي خط الصد في أطراف الشرقاط. آخر قضاء في محافظة صلاح الدين لا يزال تحت سيطرة مسلحي داعش، وبالتالي هذه الجبهة الهدف منها ليس فقط الصد، وإنما يراد لها عملية عسكرية تستكمل تحرير الشرقاط ومن ثم الاندفاع لجنوب محافظة نينوى. وهناك طبعا ستتوزع المحاور بحسب الخطط الموضوعة الأولية لمحاور تشارك بنينوى ومحاور تندفع نحو منطقة الجزيرة والبادية التي تمثل الشمال والشمال الغربي لمحافظة العنبار. بالنسبة للجبهة الثانية في شمال صلاح الدين والتي شهدت اليوم تعرضات، هي الجبهة الشمالية الشرقية والتي نقصد بها منطقة الفتحة ما بعد ضفاف دجلة ما بعد منطقة الحراريات. هذه المنطقة لديها امتداد جغرافي يتصل بالرشاد والعباسي وبمجمل المناطق التي تتبع قضاء الحويجة، وهو من أبرز أقضية محافظة كركوك في جنوبها الغربي، ولا يزال يخضع لسيطرة داعش. طبعا التعرض الذي حصل اليوم من قبل مسلحي التنظيم الهدف منه ليس فقط استهداف منطقة الفتحة أو استهداف التواجد العسكري العراقي في شمال شرق محافظة صلاح الدين، بقدر محاولة الوصول المستمرة لدى التنظيم إلى حقول علاس وعجيل النفطيين، أي أن هناك ليس فقط هدف مسك أرض وإنما محاولة العودة لمورد اقتصادي فقد التنظيم إبان عمليات لبيك يا رسول الله في العام 2015. طبعا العمليات في الحويجة هي عمليات دفع باتجاه حقول علاس وعجيل، دفع باتجاه منطقة الفتحة ومحاولة منع الأمن العراقي والقوات الموجودة في تلك المنطقة من أي مبادرة عسكرية على الأرض للاندفاع صوب منطقة الحويجة. بالنسبة للعمليات في بشير وهي القصبة التي تتبع ناحية تازة خرماتو في الجنوب الغربي لمحافظة كركوك، شنها الحشد الشعبي العراقي بتنسيق مع فصائل المقاومة العراقية والحشد التركماني، تحديدا اللواء 16 في الحشد التركماني. الهدف منه تعزيز الوجود العسكري في منطقة تلة أحمد وهي إحدى التلال المشرفة على قصبة بشير. على الأقل العملية تهدف لمنع داعش من أي استهداف لمنطقة تازة خرماتو، لأن هذه المنطقة استهدفها سابقا بغازات سامة وكانت هناك محاولات دفع
الدفع للمدنيين لما بعد مناطق سقوط الصواريخ التي تحمل غاز الكلور وما يشابهه. لذلك كانت هي مبادرة من قبل القوات العراقية. طبعا هناك موقف سياسي يتصل ببشير سواء لجهة محافظة كركوك أو لجهة الحشد الشعبي الذي وجد بأن الأمر تأخر كثيرا. السيطرة على بشير تؤمل للقوات الأمنية العراقية ليس فقط تحرير منطقة لا تزال تخضع لسيطرة داعش، وإنما بداية الاتجاه من جنوب غرب كركوك باتجاه مناطق في جنوبها الغربي سواء إلى مناطق العبادة أو مناطق الرشاد أو مناطق تل الورد، وهي منطقة لا تزال يعني مناطق خط صد لدى قوات البشمركة في الشمال الغربي من ناحية تازا خرماتو. الهدف من كل هذه العمليات هو الاندفاع نحو الحويجة من محور شمالي بتعدد محاوره، هو محور من كركوك وبمحور جنوبي من شمال محافظة صلاح الدين. بالنسبة لهيت طبعا جهاز مكافحة الإرهاب هو اليوم تمكن من إجراء عمليات مسح ميداني ورفع عبوات ناسفة باشر بها في مناطق الجري والخضير في الشمال الغربي من هيت، وهدف ذلك إيجاد موطى قدم عسكري للقوات الأمنية العراقية على الأقل جهاز مكافحة الإرهاب لتأمين هذه المنطقة التي تحررت حديثا ومنع داعش من أي استهداف قد يكون من صحراء محافظة الأنبار. بالنسبة لسلاح طيران الجيش كمال كانت لديه مشاركة في عدد من الجبهات، خصوصا أن التعرض اللي حصل في شمال صلاح الدين استدعى يكون هناك اجتماع بين أمين عام منظمة بدر هادي العامري مع قيادة عمليات محافظة صلاح الدين وكذلك مع القادة الميدانيين في مكحول أو في حمرين أو في المحاور التي تشمل شمال المحافظة. كانت هناك أيضا مشاركة لسلاح طيران الجيش وهناك لطيران التحالف بقيادة واشنطن لاستهداف أرتال متحركة لداعش. حتى هذه اللحظة لم يتأكد إن كان هناك استهداف لمواقع عسكرية أو فقط اكتفى الطيران باستهداف يعني عناصر متحركة للتنظيم. أشكرك جزيل الشكر عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم إن العراق أمام فرصة كبيرة متمثلة بالدعم الدولي الواسع والتفاهم الإقليمي لدوره ومساحته وتحدياته. الحكيم وخلال إحياء الذكرى 13 لاغتيال السيد محمد باقر الحكيم شدد على ضرورة استثمار الفرصة وتجاوز الاختناق السياسي. أوجه ندائي لكل قادة العراق الخيرين الذين تفانوا وضحوا من أجل العراق، وأقول لهم لنتجاوز الماضي ولنركز على الحاضر ولنعمل بصدق وجد وتلاحم من أجل المستقبل، ونتجاوز الحسابات الضيقة لنلتقي عند العناوين الكبيرة، ولا يوجد عنوان أكبر من العراق ومستقبله ومستقبل شعبه بكل طوائفه وأديانه وقومياته. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن التعديل الوزاري ليس اعتراضا على أشخاص بل لأجل تقديم عمل تنفيذي أفضل. موقف العبادي أتى خلال أحياء الذكرى 13 لاغتيال السيد محمد باقر الحكيم. اليوم عندنا مطروح أمامنا تغيير وزاري، والتغيير الوزاري أنا أعترف أنها جزئية صغيرة من مسيرة الإصلاح، ربما في أذهان البعض تحولت إلى مفردة أساسية في الإصلاح. لا لا لا، يعني نذهب بعيدا في هذا التصور. مسيرة الإصلاح مسيرة كبرى، إصلاح النظام السياسي، إصلاح المجتمع، إصلاح منظومة الدولة، محاربة الفساد، بل تكريس مفهوم النزاهة. هل يمكن أن نؤسس ونركز مفهوم النزاهة في المجتمع قبل الدولة؟ هذه الدولة هي خلاصة المجتمع. بدوره قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن البلاد أمام تحدي الحفاظ على استقرار العمليات السياسية، مؤكدا أن إصلاح العملية السياسية يتم بالمصالحة وتجاوز الظروف الصعبة. وها نحن أمام تحدي الحفاظ على استقرار العملية السياسية، وهي المسؤولية المنوطة بنا بعدما قدم الشعب كل شيء وقدم مختلف التضحيات. استعادة تاريخ وتجارب المناضلين ما دمنا في حضرة الشهادة والبطولة يفرض علينا جميعا استعادة تلك الروح التي عملنا على طهرها ورفعتها. رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أشار من جهته إلى صعوبة الأزمات التي تمر بها البلاد وأكد ضرورة التروي قبل الإقدام على أي خطوة، مشيرا إلى أن الخطر داهم والوقت قصير.
ولعل كل ذلك يدعو إلى الحذر من أي محاولة للقفز على التوقيتات التي قطعناها للشعب العراقي، ويستلزم من الأخ رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية العمل معاً وبجدية للتواصل إلى صيغة تكفل تحقيق المعايير التي وضعها الأخ رئيس الحكومة في تشكيل حكومة تكنوقراط، وكذلك تكفل مشاركة ودعم الكتل. إلى اليمن، حيث أكد رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي أن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلى حل في اليمن. الحوثي أشار إلى أن الاتفاقات المبرمة يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والندية. نؤمن باتفاق بالاتفاقيات المبرمة واحترام الجوار المتبادل على أساس الندية. هذا الشيء معروف لدينا ونحن قلناه من أول يوم، وأيضا نقول أنه لا يمكن أن يفضي الحرب إلى أي طريق حل، وأنه لا بد من الحوار مهما طالت الحرب أم قصرت. كنا نقولها من أول يوم من العدوان ولازلنا نكررها حتى اليوم. الحوثي قال أن الثقة يجب أن يبنيها الطرف الآخر. بناء الثقة ليس من جانبنا، نحن وقفنا في الحدود أو وقفنا الصواريخ، نحن تبادلنا معهم الجثامين، ولكن الآخرين هم لم يقدموا بنفس الخطوة التي أقدموا عليها. إن شاء الله في القريب أن تتطور عملية السلام وأن يثق الإخوة السعوديين وغيرهم بأن ما يحصل ليس في صالح الشعب اليمني ولا في صالح شعوب المنطقة. ميدانيا في اليمن، تتواصل غارات التحالف السعودي على عدد من المناطق اليمنية حاصدة المزيد من الضحايا. تقرير هبة محمود. تستمر الغارات الجوية على مناطق اليمن وجنوب تعز، وتحديدا في منطقة الضباب آخر ضحايا غارات التحالف السعودي عدد من الشهداء بينهم نساء. في هذه المدينة الجنوبية وعلى تلالها المرتفعة دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ثانية في منطقتي الزنوج وعصيفرة شمال المدينة، وكذلك مواجهات مماثلة عند المدخل الجنوبي للمدينة والقتلى والجرحى من الطرفين. ونحو الشمال من لحج وتحديدا في محافظة البيضاء مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الرئيس هادي وقوات الجيش في مديرية السوادية. مواجهات تأتي بعد مقتل العشرات من قوات هادي خلال محاولتهم الزحف باتجاه مديرية الزاهر جنوب البيضاء وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية. وصعودا نحو مأرب، أعلنت وزارة الدفاع مقتل وجرح عدد من قوات هادي بقصف صاروخي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم جنوب المحافظة بالتزامن مع مواجهات في مديرية صرواح، حيث شنت طائرات التحالف السعودي 10 غارات جوية على المديرية ذاتها. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح العشرات من قوات هادي وتدمير مدرعات ومقتل طواقمها خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه غرب مدينة مأرب. وفي قلب صحراء محافظة الجوف الممتدة نحو السعودية، تحدث مصدر عسكري يمني للميادين عن مقتل وإصابة العديد من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان لهجومهم على منطقة جبوة في مديرية المصلوب شمال المحافظة بالتزامن مع سيطرة الجيش واللجان على 3 مواقع جديدة في منطقة العقبة شمال محافظة الجوف شرقي البلاد. يزور العاصمة الإيرانية طهران وفد يمني يتألف من 4 شخصيات، هي محمد الزبيري الأمين العام القطري المساعد لحزب البعث، ومحمد صالح النعيمي رئيس الدائرة السياسية لحزب اتحاد القوى الشعبية، وياسر الحوري نائب رئيس حزب الحق، وعمار السقاف من قيادات الحراك الجنوبي. الوفد التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين بينهم مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حيث تم بحث آخر تطورات الأزمة اليمنية والتحضيرات لعقد مؤتمر الكويت بين الأطراف اليمنية المقرر انعقاده في 18 من الشهر الحالي. قال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في البحرين جون كيري تدل على أن أمريكا باتت عاجزة عن التأثير في أحداث المنطقة، وأضاف أن جهود أمريكا لترويج أكذوبة إيرانوفوبيا تهدف إلى زيادة تبعية حكام المنطقة لها ومضاعفة مبيعات السلاح لبلدانها.
ما صرح به السيد كيري في البحرين يمكن تحليله من زوايا عدة. الأولى أن هذه المواقف تدل على أن أمريكا باتت عاجزة عن التأثير في أحداث المنطقة في مواجهة الدور الإيراني، كما أنها تعكس قلقا واضحا للبلدان المرتبطة بالولايات المتحدة. لقد بذل الأمريكيون جهودا كبيرة لترويج أكذوبة إيران فوبيا في المنطقة، وهدفهم من هذه الجهود هو زيادة تبعية حكومات المنطقة لهم وإيجاد مبررات بيع السلاح لهم وإقناعهم أن استمرار بقائهم مرتبط باستمرار تبعيتهم لأمريكا. حول هذا الموضوع معي الآن مباشرة مدير مكتب الميادين في طهران محمد حسن البحراني. محمد، خلفيات هذه التصريحات. يعني هذا الموقف الإيراني حقيقة الذي سمعناه اليوم على لسان وزير الدفاع العميد حسين دهقان يكاد يتكرر في كل مناسبة. بطبيعة الحال زيارة وزير الخارجية الأمريكي للبحرين ولقائه نظرائه الخليجيين هناك والتصريحات التي أدلى بها والتي انطلقت من المنامة حقيقة يعني بلا شك تثير حفيظة الإيرانيين. الإيرانيون يعتقدون أن أس المشاكل في المنطقة الخليجية وسبب حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة منذ حوالي 3 عقود هو يتمثل بالوجود العسكري الأمريكي، وبالتالي اليوم العميد حسين دهقان يعني خاطب وزير الخارجية الأمريكي بالقول خلال مناسبة تمت في ذكرى استشهاد قائد القوات البرية الإيرانية السابق صياد شيرازي، خاطبه بالقول أنه وجودكم هو سبب حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، اتركوا المنطقة ستستقر هذه المنطقة بالتأكيد. وبلا شك الإيرانيون على قناعة بأنه الوجود العسكري الأمريكي لو تم إنهائه بقرار بطبيعة الحال من دول مجلس التعاون لن تكون هناك مشكلة بين إيران وهذه البلدان. التهديدات التي توجه لإيران عادة تنطلق من هذه البلدان ومن عواصم هذه البلدان ومن خلال المؤتمرات والزيارات التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون لدول مجلس التعاون الخليجي. لذلك لا نتوقع سوى مثل هذه التصريحات. نعم. تنطلق أن نسمعها اليوم على لسان طيب محمد الدفاع أو على لسان مسؤولين آخرين سواء في وزارة الدفاع أو قوات الحرس الثوري الإيراني. محمد، وفد يمني يزور الجمهورية الإسلامية، اللافت في هذا الموضوع بأن الوفد متنوع، يعني من يضم من البعث إلى الحراك. صحيح. إلى الحراك الجنوبي. نعم تفضل. صحيح، ربما يعني من الحالات النادرة أن يأتي وفد يمني إلى طهران دون الأعضاء في هذا الوفد من حركة أنصار الله. هذه المرة كل أعضاء الوفد هم من أحزاب علمانية تقريبا، من حزب البعث الجناح السوري، من اتحاد القوى الشعبية، من الحراك الجنوبي، وشخص واحد عضو واحد قيادي من حزب الحق اليمني. يبدو أن القيادة الإيرانية والمسؤولون الإيرانيون الخارجية الإيرانية تريد أن تستمزج رؤى وقناعات هذا الطيف من القوى السياسية اليمنية، خاصة مع التطورات التي يمكن أن تقبل عليها اليمن في ظل المؤتمر المزمع عقده في الكويت بعد 8 أو 9 أيام في 18 من الشهر الجاري. أحد أعضاء الوفد قال لي عندما كلمته هاتفيا ظهر اليوم، قال وجدنا دعما إيرانيا صريحا لمفاوضات السلام، وأي مفاوضات جادة وحقيقية يمكن أن تسفر عن إرساء الأمن والاستقرار في اليمن. أيضا أكد لي أن طهران أبدت استعدادا واضحا لدعم اليمن كما دعمته في السابق لدعم اليمن في المستقبل إذا حل السلام في اليمن وبدأت مرحلة إعادة الإعمار. بطبيعة الحال هذا الوفد التقى حتى الآن، إضافة إلى مساعد الخارجي حسين أمير عبد اللهيان، التقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الدكتور علاء الدين بروجردي، التقى في قم يوم أمس في العديد من المرجعيات الدينية، ووجد قناعة يبدو حسب هذا الأعضاء هذا الوفد وجد قناعة من قبل الإيرانيين مجمع عليها بين المسؤولين الإيرانيين على أن دعم اليمن في هذه الظروف وفي المستقبل يعتبر واجب ديني فضلا عن كونه واجب أشكرك أخلاقي جزيل وإنساني. الشكر محمد حسن البحراني مدير مكتب الميادين في طهران.
التصعيد الأخير في إقليم كارباخ الذي يتنازع عليه أذربيجان وأرمينيا أفرز ارتسام معادلة إقليمية جديدة يمكن أن تنضج عنها مبادرة إيرانية روسية لتسوية هذا النزاع المزمن والمعقد. تقرير سلام العبيدي. لم تعد مقاطعة كارباخ الجبلية حلبة صراع مفتوح بين إيران وتركيا، ولا تبدو روسيا اليوم منحازة لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان. في المعادلة الإقليمية الآخذة في التكوين يبرز عامل جديد يجمع الأضداد معا ويعبد الطريق إلى الحل السياسي في الإقليم المتنازع عليه. طهران غدت عاصمة البحث عن الحلول الإقليمية. زيارة فلاديمير بوتين إليها نهاية العام الماضي وضعت النقاط على الحروف في مسألة التحالفات الإقليمية. أما زيارة رئيس أذربيجان إلهام عليف إلى العاصمة الإيرانية قبل نحو شهر فأظهرت أن باكو لا تضع البيض كله في السلة التركية. أتوقع قريبا قمة لرؤساء أذربيجان وإيران وروسيا في باكو. ستعمل موسكو وطهران على صياغة مبادرة جديدة للتسوية في كارباخ على أساس الشرعية الدولية. المثلث الإقليمي الذي رسمه رؤساء كل من أذربيجان وإيران وروسيا سيمثل أضلاعه الثلاثة التعاون في مجال الطاقة والأمن والنقل من خلال ممر الشمال الجنوب. إيران وروسيا تبنيان علاقات استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي الطاقة والأمن الإقليمي والنقل البري، وأذربيجان أصبحت حلقة الوصل بين الطرفين، لذا لا بد من إغرائها بإيجاد حل في كارباخ. أرمينيا إن تلحق بالركب لن تضيع حقوقها ومصالحها في هذه المعادلة الجديدة التي تفترض حلا سياسيا على مراحل واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي، وإن الصفة النهائية لهذا الإقليم تترك للمستقبل. لا يوجد دليل قاطع على أي دور لأنقرة في التوتر الأخير. في الواقع يمكن ملاحظة جهد تركي للتهدئة مع روسيا من خلال البوابتين الإيرانية والأذرية. تركيا هي الأخرى لم تسقط من الحسابات. الاجتماع الثلاثي الأذري الإيراني التركي في رامسر الإيرانية قبل أيام وإلقاء القبض مؤخرا على قاتل قائد السوخوي الروسية يدل على سعي أنقرة هي الأخرى لأن تشارك في هذه المعادلة. عودة إيران بكامل وزنها إلى الساحة الدولية يتيح الفرصة لتعاون إقليمي وثيق مع موسكو في شتى القضايا، لا سيما في تسوية النزاع في كارباخ. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحتاج إلى شراء ما يصل إلى 18 محركا روسيا الصنع من طراز RD-130 لتشغيل صواريخ تحمل الأقمار الصناعية الأمريكية إلى الفضاء خلال السنوات الست المقبلة. وفي حديث صحفي أوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده بحاجة لضمان وجود ما لا يقل عن وسيلتين ميسورتا التكاليف وموثوق بهما للوصول إلى الفضاء. فدى شهود عيان بحدوث إطلاق نار واشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بالقرب من القاعدة البحرية أبو ستة التي يقيم فيها المجلس الرئاسي الليبي. وفي شوارع طرابلس أيضا انتشر 600 عنصر من قوات الردع الخاصة مهمتهم التصدي لتهديدات داعش، خصوصا بعد تفكيك 15 خلية تابعة للتنظيم في الأسابيع الماضية. إلى ذلك أخلت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط 3 حقول نفطية جنوب غرب حوض سرت تحسبا لهجمات إرهابية من قبل مسلحي داعش. إخلاء الحقول تم عقب تحذيرات من حرس المنشآت النفطية تفيد بحصوله على معلومات عن هجمات متوقعة على هذه الحقول. قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أن محطة التوليد الرئيسة في القطاع توقفت فجر اليوم بسبب استمرار فرض ضريبة البلو ونقص الوقود اللازم لاستمرار تشغيلها. وأضافت سلطة الطاقة أن توقف المحطة جاء نتيجة استمرار ضريبة البلو من وزارة المالية ونقص الوقود. وقالت أن هذا يأتي رغم التحذيرات منذ نحو شهر، وكذلك تحذيرات اللجنة الوطنية من الفصائل وتحميلهم كامل المسؤولية لحكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله ولوزارة المالية. معي الآن مباشرة من قطاع غزة مراسل ميادين أحمد غانم لتطلعنا على تفاصيل هذه الأزمة القديمة الجديدة حول الكهرباء في غزة.
نعم، يبدو أن غزة الآن أضحت بلا كهرباء، أو دعني أقول بشكل صحيح أنها أضحت بالحد الأدنى من نسبة الكهرباء الواصلة، سواء كانت من الجانب الإسرائيلي أو الطرف المصري أو حتى من كمية الكهرباء التي تولدها محطة الطاقة المركزية. المشكلة الأساس هي متعلقة بهذه المحطة. هذه المحطة تنتج ما يقرب من 150 إلى 240 ميجا وات من الكهرباء، تعمل بأربعة مولدات قديمة ومتناهية على الإطلاق، تعتمد بشكل أساسي على وقود المنح سواء كانت القطرية أو الدولية، وتشتريها السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، لكن السلطة تفرض دولارا واحدا على كل لتر يدخل إلى قطاع غزة. تضطر سلطة الطاقة في غزة أو يتولى إدارتها حماس في غزة دفع هذا الدولار. هذا ما يعرف بضريبة لبلو التي تحدثت عنها في الخبر قبل قليل. سلطة الطاقة تقول أنها لا تستطيع أن تتحمل ثمن هذا السولار بالإضافة إلى ثمن الضريبة ضريبة لبلو التي تفرضها السلطة الوطنية الفلسطينية. ما عمق المشكلة أكثر هو إعلان الجانب المصري وقف الخطوط المصرية بالكامل نظرا لأنها تحتاج إلى الصيانة. دعني أشير إلى أن الخطوط المصرية هذه كمال تغطي 35% من المنطقة الجنوبية لقطاع غزة. أتحدث عن مدينة رفح وأتحدث عن مدينة خان يونس. بالعادة تتعطل هذه الخطوط نظرا لأن شبكات الإمداد هي شبكات ضعيفة، وغالبا ما تتعرض إلى المشاكل نظرا للأحداث الأمنية التي تحدث من سيناء وحتى منطقة السويس. المشكلة الثالثة هي أيضا متعلقة بالجانب الإسرائيلي. الخط الوحيد الذي يمتد من إسرائيل إلى غزة يتعطل من حين إلى آخر. المشكلة تفاقمت أيضا بتعطل هذا الخط كما أعلنت سلطة الطاقة، وهذا له انعكاساته كمال على كافة الأمور والأوضاع الإنسانية. سلطة الطاقة طالبت في بيانها السلطة أن تنهي موضوع ملف ضريبة لبلو بشكل كامل حتى تعود المحطة إلى العمل وتغطي 35-40% من كمية الطاقة التي تنتجها لكي تتوزع على قطاع غزة. كمال أشير إلى أنه أعلنت سلطة الطاقة أن ساعات الوصل في غزة للكهرباء لن تتجاوز 4 ساعات، وبالتالي إحنا نتحدث عن شراء كميات كبيرة من السولار للمستشفيات، وهذا ربما سيكلف الحكومة في غزة، أو دعني أقول مؤسسات الوزارة، مؤسسات السلطة، حكومة رامي الحمد الله في غزة أموال طائلة، وبالتالي هي لا تدفع لغزة كما أعلنت الوزارة. أيضا هنالك مصالح الناس تعطلت لأنه أنت تتحدث عن غلاء فاحش في أسعار الوقود التي تدخل من الجانب الإسرائيلي، وبالمقابل أيضا نتحدث. أشكرك جزيلا الشكر أحمد غانم مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. استدعت إيطاليا سفيرة لدى مصر للتشاور بعد إخفاق محققين مصريين يزورون روما في تقديم أدلة طلبتها السلطات الإيطالية لحل لغز مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته قرب القاهرة في فبراير شباط الماضي. وزارة الخارجية الإيطالية قالت في بيان لها أن استدعاء السفير جرى لإجراء تقديم عاجل للخطوات التي ينبغي اتخاذها لاستجلاء الحقيقة بشأن عملية القتل. حذرت الأمم المتحدة من المجاعة التي تهدد أكثر من 70 مليون إفريقي، ولا سيما في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي. في القرن الأفريقي وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يعاني نحو 75 مليون نسمة غياب الأمن الغذائي. في منطقة الساحل 5 أطفال يموتون قبل بلوغ سن 5. ثلث هذه الوفيات ناجم عن سوء التغذية. هذه العوامل تسببت في عمليات نزوح لا نظير لها منذ الحرب العالمية الثانية، وقد وصلت إلى 60 مليون نسمة. في زيارة مفاجئة وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إلى كابول. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قال إن كيري الذي سيلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس حكومته عبدالله عبدالله سيشدد على دعم واشنطن للحكومة الأفغانية وللقوات المسلحة في البلاد. قالت وسائل إعلام كورية شمالية أن زعيم البلاد كيم يونغ أون أشرف على تجربة ناجحة لنوع جديد من المحركات لصاروخ باليستي عابر للقارات. وذكرت أن التجربة أجريت في موقع إطلاق الصواريخ البعيدة المدى قرب الساحل الشمالي للبلاد. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في وقت سابق أنها صغرت رؤوسا نووية لوضعها على صاروخ باليستي.
والآن إلى أخبار الرياضة مع زميلتي أماني مهنة. تفضلي أماني. شكرا كمال. أهلا بكم. الحديث عن مباراة فولفسبورغ شكل محور المؤتمر الصحفي لمدرب ريال مدريد المخصص لمواجهة إبار الليلة في الدوري الإسباني. زيزو، وبالرغم من مطالبته بالكف عن التفكير في خسارة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، قام هو بتفصيل ما حدث في ألمانيا، فطالب بعدم المبالغة بالموضوع، مشددا على أنه واللاعبين يعرفون جيدا ما عليهم فعله في لقاء الإياب الأسبوع المقبل. الفرنسي أشار إلى أنه ليس نادما على إشراك دانيلو، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة وليس لاعبا واحدا. محطة جديدة في مسيرة ماركينيوس عندما ينتقل إلى نادي برشلونة مع نهاية الموسم الحالي. صحيفة سبورت حسمت موافقة اللاعب البرازيلي الانتقال إلى العملاق الإسباني في مقابل 4.5 مليون سنويا، إلى جانب 3 ملايين على شكل مكافآت. لاعب باريس سان جيرمان كلف انتقاله 50 مليون يورو، دائما بحسب الصحيفة. بالعودة إلى أخبار ريال مدريد، خسارة ريال أمام فولفسبورغ في ذهاب ربع نهائي أعاد اسم جوزيه مورينيو إلى العاصمة الإسبانية. التقارير الصحفية أشارت إلى أن إدارة الريال ستفتح قنوات الاتصال مع مورينيو بهدف تسلم الجهاز الفني من جديد في حال عدم تأهل الفريق إلى نصف النهائي. مورينيو أكد سابقا أنه سيعود إلى ريال مدريد للتتويج بالألقاب بعد مغادرته النادي عام 2013. بالدعوة لحضور مباراة ليستر سيتي في ملعبهم، رد المدرب كلاوديو رانييري على ترحيب الأمير هاري بفوز الثعالب باللقب. الإيطالي قال ضاحكا إنه واللاعبين سيرحبون بصورة كبيرة بدوق كامبريدج إذا ما قرر الحضور إلى ملعب كينغ باور ستاديوم. تجدر الإشارة إلى أن الأمير ويليام يشغل منصب الرئيس الشرفي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومعروف عنه تشجيع فريق أستون فيلا، لكنه اعتبر أن تتويج ليستر باللقب سيكون أمرا جيدا للرياضة. مصادر رسمية برازيلية تعلن أن الرئيسة ديلما روسيف لن تحضر مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية في 21 من الشهر الحالي. متحدث باسم الرئاسة نفى أي إعلان عن رغبة روسيف بالسفر إلى اليونان لحضور إيقاد الشعلة، لذا لا يمكن القول إن مشاركتها قد ألغيت. هذا الخبر تزامن مع افتتاح روسيف أحد الملاعب الأولمبية المخصص لأولمبياد ريو، وقالت في كلام لها خلال الافتتاح إن القادرة على استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بالتأكيد قادر على تحقيق الازدهار والنمو لبلده. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، لوس أنجلوس كليبرز يضع يوتا جاز أمام خطورة فقدان مركزه المؤهل إلى الأدوار الإقصائية. من أصل نقاطه 30، سجل جمال كروفورد ثلاثية قبل جزئين من الثانية، في بل على النهاية منح بها الفوز للفريق الضيف بفارق 3 نقاط فقط. كروفورد قاد رابع القسم الغربي إلى الانتصار الرابع على التوالي وال51 هذا الموسم، وهو ضمن مقعده في الأدوار الإقصائية. خسارة يوتا وضعته أمام فقدان مركزه الثامن آخر المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، حيث تجمد رصيده عند 39 انتصارا ويبتعد بفارق فوز واحد فقط عن هيوستن. Knocked down by Ingles. Take it, big fella. Showtime it. Two hands it. Jingle and Joe outland Prigioni. مع أخبار الـ NBA نختم هذا الموجز الرياضي. يعود إليك كمال. أماني شكرا جزيلا لك. الظهيرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. أهالي تدمر والقريتين على أبواب العودة بعد تحرير الجيش السوري المدينتين، وأهالي البلذية بريف القامشلي يتظاهرون ضد الفيدرالية. الحشد الشعبي في العراق يصد هجمات لداعش على مواقعه في جزيرة تكريت، ويثبت والحشد التركماني نقاطهم جنوب كركوك. وزير الدفاع الإيراني يرى في تصريحات كيري بشأن الحد من القدرات الدفاعية الإيرانية انعكاسا لعجز واشنطن أمام طهران. إخلاء حقول نفطية في سرت تحسبا لهجمات من داعش، وقوات الردع الخاصة تنتشر في طرابلس للتصدي للتنظيم. قطاع غزة من دون كهرباء بعد توقف محطة التوليد الرئيسة فيه بسبب نقص الوقود اللازم.
لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.